نظمت مؤسسة وهج الحياة بالتعاون مع مركز الدراسات منارات دورة تدريبية في مجال الإغاثة والأمن والسلامة. نتابع التقرير. نشر الوعي والثقافة بين أوساط المجتمع اليمني، خلاصة ندوة تدريبية في المركز اليمني للدراسات منارات، والتي نظمتها مؤسسة وهج الحياة للتنمية الاجتماعية في العاصمة صنعاء. الغرض من هذه الدورة وهي في إطار الدورة طبعا في إطار مشروع تقيمه هو المؤسسة، مشروع الأغاثة والأمن والسلامة. طبعا في بداية المشروع هذا بدأنا بدورة حول الإسعافات الأولية، ومن ثم انتقلنا إلى دورة الأمن والسلامة والأغاثة، وإن شاء الله مستقبلا إعادة الإعمار إن شاء الله. الدورة تهدف إلى توعية مجموعة من الشباب بمهارات إيصال ونشر الثقافة إلى مختلف شرائح المجتمع، وكيفية اتباع إرشادات السلامة عبر برنامج وطني للتعامل مع الألغام والقذائف غير المتفجرة ومخلفات الحروب. مشروع الإغاثة والأمن والسلامة وإعادة الإعمار هو مشروع متكامل يتكون من دورة تدريبية وندوات ونزولات ميدانية للتعرف على أو لتقييم الوضع الراهن للنازحين ومؤسسات أو أماكن الإيواء بالضبط. الهدف الأساسي من هذا هو نشر ثقافة الإغاثة والأمن والسلامة في أوساط المجتمع، خاصة واليمن تتعرض لعدوان غاشم وظالم من قبل السعودية وحلفائها. الدورة تستهدف على مدى 3 أيام عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية والشباب للتوعية في كافة مديريات العاصمة لتجنيب المواطنين مخاطر الألغام والقذائف التي خلفها العدوان السعودي الغاشم على اليمن. هذا في ناس بيحتفظوا بالألغام كأنها جوهرة أو كأنها ذهب أو كأنها زلط في البيت، يحتفظوا فيها سنين وأكيد في يوم من الأيام بتنفجر. اليوم عرفنا أشكالها، عرفنا أنواعها، عرفنا كيف نتخلص منها، عرفنا إذا واجهناها فنسلمها وفنديها. فأعتقد أن هذه محاضرة كثير استفدنا منها. في ظل الحصار الغاشم على اليمن والآثار المترتبة عليه، إلا أن مثل هذه الدورات تجسد الأخاء والترابط بين اليمنيين عبر نشر الوعي بين أوساط المجتمع. محمد العنتري، اليمن اليوم، صنعاء. فيلم وثائقي يعرض حكاية أحد عائلات فلسطين المهجرة من قرية المزيرعة المدمرة.